السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا عارفين نظام الليد اللي هو النظام الامريكي والبريم اللي هو النظام البريطاني، وعندنا الجي سي اس اللي هو النظام القطري، وفي انظمة كتيرة جدا حوالين العالم خاصة بالاستدامة. المانيا لها نظام خاص بيها، اليابان وهكذا، ومصر عندها الهرم الاخضر. في نظام بقى هنتكلم عنه النهاردة اسمه EDGE Excellence in Design for Great Efficiency. ده نظام عشان نقيم المباني الخضراء اللي طورته منظمة مؤسسة المالية الدولية اللي هي الـ IFC، وهي جزء من البنك الدولي. هو ده بيسهل ويسرع عملية التصميم، وبيركز على استهلاك الموارد زي المياه والطاقة والمواد. فهو عامل نظام مخصص للأسواق، الأسواق الناشئة، عشان تحقق الاستدامة بتكلفة معقولة. فهو بسيط، البساطة التطبيق بتاعته وواجهة بتاعته سهلة جدا. بيركز على الكفاءة، ان هو يحسن لك كفاءة الطاقة والمية ومواد البناء مقارنة بالبنى التقليدية. الشهادات التكلفة بتاعتها اقل بكتير من الليد، ممكن استخدامه للمباني السكنية. طيب فالاي دي جي اي مصمم عشان يكون نظام بسيط وسريع وملائم للاسواق البسيطة الناشئة. اول ما بتدخل على الايدج اهوت، بتلاقي ان في كورس تقدر ان انت تستمتع بيه وتاخد كمية كبيرة جدا من المعلومات، وحاجة ممتازة جدا ومنظمة اهوت. اسيب لك الرابط اسفل الفيديو، تقدر ان انت تمشي خطوة خطوة، تمام، بتسمع الدرس وبعد كده تبقى في بعض الاسئلة البسيطة اللي عشان تتأكد انت لنفسك ان انت فهمت الدرس. في طبعا كذا فصل، كل فصل بتلاقي شرح، وبعد الشرح ده بتلاقي في امتحان بسيط. طيب البرنامج معتمد عليه برنامج، في برنامج موجود، برنامج اونلاين من غير ما تطبعك خالص. كل اللي عليك ان انت تيجي هنا وتبدا تدخل الداتا بتاعه المشروع، اسم المشروع، المكان بتاعه، كل الداتا اللي انت عايزها. ماشي، هتقول له مثلا لوكيشن، اختار المكان اللي انت عايز تعمل المشروع بتاعك فيه. وتقدر تعمل مشروع جديد، تقدر ان انت تسيف، تقدر ان انت تعمل داونلود لملف PDF بكل الداتا اللي موجوده بحيث ان انت تشاركها مع الاخرين، تقدر انت تعمل ايدج اسيسمنت. طيب انا هتخيل مثلا ان المشروع ده هو عامله في ساوث افريقيا، هنفترض ان هو في ايجيبت، ماشي، وتحدد بقى المدينه، هو محدد اسكندريه، هنخليها اسكندريه عشان ما حدش يزعل مننا. تمام، تقدر تعمل زوم على المكان اللي انت عايزه، هو اوتوماتيك مجرد ان انت اخترت المكان هو بيعمل المواصفات او الاعدادات الخاصه بالمدينه. تمام، الانكم كاتيجوري تبدا بتشوف. طيب ندخل بعد كده في البروجكت ديتيل. اول ما بتدوس بروجكت ديتيل بيبدا يطلب منك معلومات كتيره جدا، تفاصيل المشروع زي اسم المشروع، العنوان بتاعه، البوستر كود، الموبايل، كل الداتا اللي انت ممكن تحتاجها حاجه زي كده، البيلدنج داتا، كل الداتا الخاصه اللي انت محتاجها، بيدروم كم متر مربع وهكذا. طبعا كل ما بتدخل الداتا مظبوط، كل ما لما تيجي تقول له اعمل محاكاه يبدا يديك معلومات مظبوطه، ماشي. وكل شويه كل ما بتعدل حاجه بيبدا يقول لك استهلاك الطاقه بيكون قد ايه، وكل الداتا اللي انت ممكن تحتاجها بيعمل الحساب بتاعتها. طيب بيقول لك ان انت في مشكله، في داتا كتيره لازم ان انت تدخلها عشان نكمل، يس. هل انت عامله لأغراض تدريبيه ولا مشروع حقيقي؟ الادرس، الكانتري، احنا قلنا ايجيبت، ماشي. لو انت مدخل البيانات كلها هتقول له سيف. طبعا ممكن تدخل نيو فاليو، حاجات خاصه بالوول، بالروف، بالفلور، بكل حاجه. نشيفه بيقول لي اكد على اسم المشروع، وبعد كده نبدأ ننتقل للخانات اللي بعد كده عشان نشوف الديزاين اهو. ممكن لو انت عندك بروجكت ليفل دوكومنت تبدأ ان انت ترفعها، وبعد ما يعمل اوديت يخليك ان انت تحمل الملفات.
الطاقه. هنا بيقول لك ده الاستهلاك البيس كيس، عايزين نحسنها ونوصل لان احنا نخلي التوفير للتكلفه 50%. تمام. هو بقى بيبدا يديك افكار، تبدا تبص على كل واحده فيهم وممكن تدوس على دي وتقرا الافكار اللي موجوده. ماشي. بيقول لك اعمل ريديوس للويندوز تو وور ريشيو. تمام. بمقدار قد ايه انت تبدا تفكر، واللي هتكتبه هنا هو اللي هتعمله في التصميم، يعني انت مش هتكتب حاجه وخلاص، لا لازم تعدل في التصميم بتاعك. هو بيديك افكار. ماشي. مثلا الريفلكتيف بنت التايلز في الروف السولار هتبدا تشوف هتبقى قد ايه. لو عندك رقم مش قادر توصل الرقم ده وفي رقم معين، اكتب الرقم الصح اللي انت هتعمله. هو يقول لك بقى بعد كده ان انت بتعمل امبروف كيس بنسبه قد ايه، كل ما بتعدل حاجه بيقول لك ان دي هتاثر. فانت تبدا تشوف من ناحيه الفلوس اللي هتصرفها هتبقى مناسبه ليك ولا ايه. يعني بيقول لك هيت بامب عشان الهوت ووتر. ماشي. تبدا تشوف السي او بي هتبقى قد ايه وهكذا لحد ما توصل ان انت تقدر توفر كميه كبيره جدا من الطاقه. تمام. بحاجات بسيطه جدا، الحاجات اللي هو هيقول لك تركز عليها، وكذلك في الووتر وكذلك في الماتيريال تبدا تعدل المعلومات اللي موجوده هنا لحد ما توصل ان انت تعمل امبروف كيس. تمام. هي الفكره ان هو بيدينا افكار، يعني هو مش مجرد بس ان هو بيقيس لي، لا ممكن تكون في فكره مش واخد بالي منها، يقول لي والله ممكن ان انت تغير نوع معين من الماتيريال ده هيوفر لك كتير قوي. هو كل شويه يفكرني ان انا اعمل سيف. تمام. هنا بقى الهوسبيتاليتي اللوكيشن، تبدا تشوف الداتا كلها اللي انت عايزها. بس فهي نظام من ضمن الأنظمة اللي ممكن حتى لو مش مطلوب منك أو مش إجباري تاخد منها البرنامج اللي هو بتاع اللي هيساعدك في الأفكار بتاعة الاستدامة. احنا مش مهم عندنا الريتنج سيستم قد ما هم عندنا ان احنا نعمل مبنى صديق للبيئة. أتمنى النظام يعجبكم، وأتمنى لو في أي كومنتات أو نصايح يا ريت تكتبوها لنا في الكومنتات.